تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل للأخبار. حلقة اليوم تنفتح على المغرب العربي وتحديدا جنوب المغرب، حيث تقع منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب، دولة المغرب، وبين جبهة البوليساريو، لتحديد إطار نفوذ على هذه المنطقة التي تقول المغرب إنها تابعة لها، وتقول جبهة البوليساريو أو تطالب بإجراء استفتاء لأهالي المنطقة لتحديد هوية هذه المنطقة، هل هي تابعة أم هي مستقلة. نشأ هذا الصراع منذ عشرات السنين، بعد انتهاء حقبة الاستعمار الإسباني لمنطقة الصحراء. وبالفعل قامت حرب بين المغرب وجبهة البوليساريو استمرت منذ عام 1975 وحتى عام 1991، وضعت أوزارها بعد هذه الفترة في شكل نوع من الهدنة بين الطرفين، ولكن الصراع تحت السطح ما زال دائرا. مؤخرا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا لمجلس الأمن حول هذا الموضوع، يجدد تواجد بعثة الأمم المتحدة في هذه المنطقة لمدة 6 أشهر، كما يدعو إلى مساعدة المندوب الأممي إلى هذه المنطقة في إطار جهوده لحل هذا النزاع. وافقت على هذا القرار 13 دولة، وامتنعت عن التصويت كل من الصين وروسيا وإثيوبيا. إثيوبيا تحديدا طالبت بوضع مزيد من الأطر لهذا القرار لجعله أكثر تواثرا. حول هذا الموضوع وحول الاهتمام الأمريكي الأخير بهذه المنطقة وحول مستقبل النزاع في هذه المنطقة، ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي يشرفنا بالتواجد معنا فيها للتحليل والمتابعة الأستاذ أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصص في الشأن المغاربي. مرحبا. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا أن نتابع معا هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء المناقشة مع ضيفنا، فكونوا معنا. بغالبية الأصوات تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو أطراف النزاع في الصحراء الغربية إلى مفاوضات دون شروط مسبقة، ويمدد مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة بوليساريو 6 أشهر فقط. تمت الموافقة على القرار بغالبية 12 صوتا، في حين امتنع 3 دول عن التصويت، هي الصين وروسيا وإثيوبيا، متهمة الولايات المتحدة التي صاغت النص بأنها سرعت عملية التصويت دون إعطاء وقت للمفاوضات. وخاض المغرب وجبهة بوليساريو حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين عام 1975 وعام 1991، وتوقفت بموجب هدنة، وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها. واعتبرت فرنسا أن القرار يسمح بتجنب خطر التصعيد، في حين أوضحت واشنطن أنها اختارت هذا العام نهجا مختلفا يتعارض مع التمديد المعتاد للبعثة الأممية. وإثر التصويت اعتبر السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذا القرار يعزز موقف المغرب، ويدعو القرار الأطراف في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين نحو تقرير مصير الشعب. في هذا الإطار يؤكد القرار أهمية الالتزام المتجدد من جانب الأطراف لدفع العملية السياسية إلى الأمام، من أجل التحضير لجولة 5 من المفاوضات، حيث تعود آخر جولة من المفاوضات بين المغرب وجبهة بوليساريو إلى عام 2008.
أهلا بكم مجددا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الأستاذ أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصص في الشأن المغاربي. مرحبا بك، وقبل أن نتطرق إلى ما حدث في مجلس الأمن دعنا نعود مرة أخرى إلى التاريخ لسرد ما حدث في المغرب العربي، تحديدا بداية الصراع في هذه المنطقة وأسبابه. وطبعا بداية الصراع احتلال الاحتلالات اللي كانت جاسمة على المنطقة. إسبانيا كانت جزء من الاحتلالات وكانت محتلة البوليساري، وسبق أن الملك الحسن الثاني قام بعمل حاجة اسمها المسيرة الخضراء لتحرير هذه المنطقة. المنطقة يمكن حضرتك قلت نقطة مهمة جدا قبل الهواء، أنه ليه ما كانتش دي ضمن سايكس بيكو، اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت المنطقة اللي احنا فيها حاليا في المشرق العربي. هي دي ما كانتش في سايكس بيكو، لأن سايكس بيكو كانت بتتعرض لتقسيم إرث الإمبراطورية العثمانية. فبالتالي هم ما كانوش موجودين في منطقة المغرب، وتحديدا في هذا الجزء، لأن كان قبلها بفترة كبيرة الفرنسيين احتلوا الجزائر 131 سنة. المغرب كان احتلال فرنسي، وموريتانيا كان فرنسي، وكل منطقة غرب أفريقيا ودول جنوب الصحراء كان احتلال فرنسي. ما كانش في التواجد التركي في الوقت ده. وإسبانيا اقتضمت هذه النقطة من الإمبراطورية الفرنسية. كان ده جزء من الاقتسام، يعني هم اقتسموا في تلك الفترة، فترة بداية الاحتلالات، المنطقة. كل من استطاع أن يضع قدمه في منطقة فوضع قدمه، وظلت الأمور إلى أن بدأت في بداية النص الثاني من القرن العشرين حركات التحرر، وبدأت يمكن النزاعات بدأت من قبيل تحرير أو انسحاب الأسبان من المنطقة. لماذا انسحبت إسبانيا تحديدا لتحديد المواقف في المغرب العربي؟ هل بضغط مغربي أو بطلبات مغربية، أم لمقاومة أهالي، نتيجة لمقاومة أهالي المنطقة؟ للاثنين، يعني الاثنين كانوا. إذن ساهمت المغرب؟ المغرب طبعا لها مساهمة، لأن المغرب يعني ادعاءات المغرب في المنطقة بناء على رابطة الولاء الدين القديمة اللي كانت من أيام السلطان أحمد المنصور السعدي، اللي هو احتل جزء كبير من هذه المنطقة، وكان أشهر مدينة احتلها في ذلك الوقت مدينة تمبوكتو 1592 في حملة جدار باشا. تمبوكتو زامبيا؟ تمبوكتو شمال مالي. شمال مالي. لانه ودي ازمه الحقيقه، يعني انا شايف، انا تقديري الشخصي من خلال ابحاثي في الدكتوراه وفي الماجستير، لان جزء من هذه المنطقه وعملي الصحفي في هذه المنطقه برضو، يعني التحقيقات اللي عملتها كثير في هذه المنطقه، انا تقديري انه الامر كله عباره عن ازمه خلقها الاستعمار في فترة الانسحابات، مش في فترة الاحتلال، في فترة الانسحابات. لأن هذه المنطقة، أولا القبائل الصحراوية، إحنا نعلم تاريخيا أنه المغرب القبائل العربية والأسرة الشريفة التي تحكم المغرب، الأسرة العلوية، جزء من حركة الهجرة العربية وحركة الفتوح الإسلامية. الجانب في منطقة البوليساريو أو في الصحراء، يعني من الصحراء الغربية حتى موريتانيا حتى شمال مالي، ده تحركات قبائل بني هلال وسليم في بداية القرن الخامس الهجري، وده لم يستقر لهم الأمر إلا يمكن في القرن 16 أو 17 ميلادي أو 12، يعني قريبا. يعني إذن أصولها من قبائل، هذه القبائل المتواجدة حاليا هي من أصول قبائل بني سليم العربية. قبائل الحسانيين. نعم. حتى هم هتلاقي أنه اللهجة الدائرة في هذه المنطقة
هي اللهجة الحسنية اللي منتشرة في موريتانيا، أو اللي هي اللهجة الدارجة في موريتانيا اللي هي قبائل الحسنية. هل الأسرة المالكة المغربية من هذه الأصول؟ لا، الأسرة المغربية من الناس الشريف، علويين من أبناء سيدنا الحسن. لكن دول رحلات وتحركات قبلية رعوية فيما بعد الفتوحات بفترة يعني. وهم يعني هم حتى قضوا على أو أسقطوا النظام اللي كان قائم في صحراء سنهاجة اللي هو دولة موريتانيا الحالية، وتغلبوا على السنهاجيين البربر الأمازيغ في المنطقة دي، فسادت هذه القبائل. القبائل اللي في موريتانيا وفي الصحراء الغربية هي تقريبا نفس الامتدادات، ولذلك هل لهم امتدادات في جنوب المغرب مثلا أو مصاهرة في المنطقة المتنازع عليها اللي هي منطقة الحدود العيون والدخلة ومنطقة وادي الدهب، متنازع عليها بين اي دولتين؟ بين البوليزاريو والمغرب اللي هي يعني، ولكن يعني هذه من داخل منطقة الصحراء الغربية التي تسيطر عليها البوليزاريو، هل هناك مصاهرات مع قبائل اخرى في جنوب المغرب تثبت مثلا بها المغرب ان هذه المنطقة هي داخل التركيبة الديموغرافية طبعا لها؟ لا، لابد يكون في علاقات اجتماعية وروابط ومصاهرات وروابط دم في المنطقة كلها، هو مش في جنوب المغرب بس. بس هو جنوب المغرب الجزء ده هو البوليساريو بتتكلم على ان هي ضمن وادي الذهب وضمن حدود المنطقة اللي بيقولوا انها المستعمرة حاليا من المغرب. هي المنطقة كلها من جنوب المغرب وموريتانيا الى شمال مالي كلها يعني الفضاء الفقهي والعرقي واللغوي واحد يعني. ولذلك حتى أي لغة يتحدث؟ اللغة العربية الحسنية. اللغة العربية، اللغة العربية باللهجة الحسنية. يعني هذه حسن اللهجة تنسب إلى حسان بن معقل بن سليم، يعني من أبناء قبائل من الجزيرة العربية. دول اللي طلعوا. طيب من يعني هل هذه المغرب يعني هل هذه المغرب اللهجة مختلفة تماما عن اللهجة المغربية؟ الدارجة المغربية مختلفة إلى حد ما، لأن الدارجة المغربية داخل فيها كثير من المفردات الأمازيغية، وإحنا عارفين الأمازيغ المغرب في جزء كبير من الأمازيغ، وداخل فيها المفردات الفرنسية. فدي اللهجة، ولكن الإسبانية، اللغة الإسبانية غير موجودة يعني، غير مختلطة. لا، ما يعني أنا في المنطقة دي ما لاحظتش يعني، لما تحركت في هذه المنطقة في كثير من الأوقات لم ألحظ أو لم يعني ترد أو أسمع مفردات إسبانية. طيب، قد يكون المفردات الفرنسية أكثر تواجدا. طيب، يعني ما الذي تسوقه المغرب من دلائل تثبت أن هذه المنطقة تابعة للمملكة المغربية؟ الدلائل هي رابطة الولاء الديني، يعني هو الجزء الأساسي الرئيسي اللي بيتكلم فيه المغرب اللي هي رابطة الولاء الديني. إن الولاء لمن؟ الولاء للملك، لملك المغرب، لملك المغرب اللي هي بدأت مع الذي يعتبرونه يعني خليفة المسلمين الشريف، أمير المؤمنين. أمير المؤمنين، لأنه يعني المغرب كان بيمثل منذ القديم الملك المغربي أو الحاكم المغربي أيا كان، حتى في الدول المختلفة يعني على مدى العهود اللي هو أمير المسلمين أو أمير المؤمنين. يعني حتى كان أمير يوسف بن تشفين رغم أنه كان من الأصول الأمازيغية، لكن كان بيعد أمير المسلمين، أمير المؤمنين للنسل العلوي من الحكام اللي كانوا من نسل. طيب، النسل الشريف. إذن حوالي مليون من المقيمين أو من سكان منطقة الصحراء الغربية يدينون بالولاء الديني. لا، مش حاليا، هو الملك المغربي، حجة المغرب وحديث المغرب في هذه المنطقة على ان الروابط الأساسية اللي بتأكد سيادتهم على هذه المنطقة من المغرب وكان موريتانيا والبوليزاريو الصحراء الغربية وحتى شمال مالي اقليم ازواد،
ان هو الولاء المغربي، لان الحمله اللي قامت في 1592 او 91 حمله احمد المنصور السعدي لما احتل هذه المنطقه، كل القبائل اللي على الطريق وفي المناطق دي اعطت البيعه بالتالي بحكم الغلبه للملك المغربي، وظل هذا الى ان دخلت قوات الاحتلالات المختلفة الإسبانية والفرنسية فتفرقت هذه المنطقة، رغم أن هي فضاء واحد، يعني جنوب المغرب أو هذه المنطقة الصحراء الغربية وموريتانيا وشمال مالي هي فضاء فقهي ولغوي وعرقي واحد، نسيج واحد. ولذلك حتى المغرب كانت بتطالب، والى الان كان في مطالبات واصوات، المغرب تسببت في تاخر دخول موريتانيا الى الجامعه العربيه كعضو في الجامعه العربيه وقت زعيم جمال عبد الناصر، لانها كانت بتطالب بان موريتانيا جزء من التراث المغربي، من التراب المغربي، بحكم انه دوله المرابطين اللي اسست تقريبا، اللي اسست المغرب بما يعني بالشكل الاقرب لما هو معروف عليه، اللي اسسها يوسف بن تاشفين وابو بكر بن عامر، وهؤلاء كانوا بيتحركوا ما بين، هم اصولهم صنهاجيه من منطقه موريتانيا الحاليه، ولكن كانوا هم اللي اسسوا دوله المرابطين. لذلك المغرب تمسكت بموريتانيا ودخلت مع موريتانيا في حرب اسمها حرب الصحراء في السبعينات برضو في الفترة دي. المغرب حتى نفسها، المغرب كانت بتطالب بالبوليساريو بمنطقة الصحراء الغربية الصحراء، كأنها جزء من أراضيها، على اعتبار أن الامتداد العرقي واللغوي والتقاليد، يعني هو حتى أنا لما شفت في موريتانيا والبوليساريو، الناس أقرب إلى بعضهم هناك، يعني بوليساريو أقرب المنطقة الصحراء الغربية أقرب إلى موريتانيا منها إلى المغرب، لغويا وعرقيا وثقافة وسياسة. طب هل تطالب بها موريتانيا أيضا؟ موريتانيا كانت طالبت بها أثناء حكم الرئيس المؤسس موريتانيا المختار ولد داه، لكن تراجعت موريتانيا عن هذه المطالب، زي ما طالبت بإقليم أزواد على اعتبار أنه هو الجناح الشرقي لموريتانيا اللي فيه تمبوكتو وجاو وكيدال، المنطقة الملاصقة لجنوب الجزائر، وتراجعت طبعا مش عايزين نقول لضعف موريتانيا، لكن لأنها دولة بسيطة، تعداد سكانها بسيط وإمكانياتها بسيطة جدا، وما أرادتش أن تدخل في يعني التكرار أزمة حرب الصحراء مع المغرب. طيب هيئة أو منظمة أو جبهة البوليساريو، هل هذه جبهة حربية أم أنها جبهة سياسية تقود هذه المنطقة؟ طبعا هي بدأت جبهة حربية لكن تحولت. هل هناك سبب لتسميتها البوليساريو؟ هو اسم ليس عربي. لا، هو مختصر للاسم بالإسبانية، جبهة المنطقة الصحراوية العربية، اختصار للاسم، للاسم بالإسباني. وكثير يعني هو برضو ده ضمن ضياع الهوية، ان احنا حتى ما عندناش الاسم، لكن اللي فرق. طيب هل هذه جبهة، طب تفضل، اللي فرق كثير في تفاقم هذه الأزمة، الحقيقة كان الزعيم الليبي الراحل عمر القذافي، لأنه دعم البوليساريو في إطار حربه ضد المغرب وعلاقات المتوترة بالمغرب، دعم البوليساريو بكثير من الأسلحة وكثير من العتاد والدعم، حتى الدعم السياسي. أنا يعني أنا عايز أشير بس حاجة هنا، أنه إحنا ما يهمنا هنا في الشرق العربي وفي مصر، أنه هذه المنطقة رمز، يعني نقدر نقول أنها تصدير الإرهاب، جزء من الإرهاب، المخدرات، السلاح، الإرهابيين بيتحركوا في هذه المنطقة، كثير من الضباط حتى يعني أنا كنت كتبت في الأهرام في آخر ديسمبر اللي فات تحقيقات من تورا بورا الصحراء، اللي هي المنطقة اللي بيسموها مثلث ساحلستان الصحراء أو تورا بورا،
الصحراء ما بين الجزائر وموريتانيا ومالي، وفي ممر كندهار اللي هو ممر الكريكرات او الكريكرات اللي هو ما بين المغرب والبلوساريو وموريتانيا. الأمانة ما كان احوجنا لخريطه بصراحة يعني سنتدارك هذا الامر لانه امر فيما يبدو انه شائك جدا، وانت تحدثت عن نقطه هامه انها هي بؤرة الآن نتيجة كل هذا التحلل لتصدير الإرهاب للقارة الإفريقية. أنا برضو مش عايز يعني حتى لا يفهم المشاهد أن أنا بتكلم على البلوساريو أنها تصدير هي الإرهاب، هي منطقة غير يعني مسيطر عليها. كثرة شوف التهريب في فكرة التهريب الحالي اللي بيتم حاليا ما بين خط جنوب الصحراء واللي بيصل إلينا بالمخدرات والسلاح والإرهابيين، يصل إلى شرق إفريقيا إلى مصر، يصل إلى مصر. هي ما أنا أقول ده ما يهمنا يعني في هذه المنطقة وما يهم عن طريق العالم طريق صحراء الجزائر والصحراء الليبية من الجنوب أم من دول أخرى؟ من الجنوب يعني هو المنطقة المثلث بين مالي وموريتانيا والجزائر دي منطقة تحرك الإرهابيين، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تنظيم مسنة، تنظيم بوكو حرام، عدد من التنظيمات الصغيرة هل مدخلها من المحيط الهادي هي هذه النقطة الضعيفة نقطة الصحراء الغربية؟ لا من الصحراء ما بين هذه المنطقة، هي في طبعا في المحيط الأطلنطي وبيجي منه المخدرات من أمريكا اللاتينية، نعم. الكوكايين، وبيجي الحشيش المغربي من المغرب وبيمر عبر هذه المنطقة. الضباط من البلوزاريو متورطون حتى بأرقام حاضر بمحاضر تمت مصادرة كثير من السيارات التي تحمل أرقام البوليساريو في شمال نواكشوط تقريبا ب 100 كيلو في منطقة أهل بلال، عدد من المهربين المتعاونين مع المهربين في ليبيا، المتعاونين مع المهربين في السودان وفي تشاد وفي النيجر وفي مصر، وده هذا الخط اللي بتتخذه العصابات ممر ليهم سواء لتهريب المخدرات بدلا من طريق الحرير الى الشرق طريق المخدرات. يعني هو احنا عندنا في المنطقه في 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 في, في الشرق الشرق الادنى والاوسط ثلاث مناطق رئيسيه للمخدرات، افغانستان ولبنان والصحراء يعني جنوب الصحراء، خط جنوب الصحراء اللي هو جنوب الصحراء الكبرى. ودي المنطقة وسط أفريقيا تحصل. وسط أفريقيا ودي المنطقة هي الأخطر علينا حاليا، لأن أنا شفت في تمبوكتو وفي جاو في أثناء الانفصال وإعلان في 2012 وإعلان إماراتين إسلاميتين، أول إمارات إسلامية تعلنها التنظيمات المتطرفة الإرهابية زي تنظيم القاعدة كان في هذه المنطقة. الصحراويين فيها موجودين، لأن فكرة التهريب بدأت من المخيمات، من مخيمات البلوساريو ومخيمات تندوف منذ يعني يمكن من السبعينات من 77 و78 لما كانوا بدأوا المعونات اللي بتيجي للاجئين في المخيمات تختلط طبعا بالمهربين وبالمخدرات، المعلبات والأغذية والسجائر وغيرها وحتى والأسلحة اللي كان بتجيبها ليبيا كان بيتم بعض. أنت عارف أي عمل زي كده في أي مكان في العالم بيبقى له نشاط إجرامي، الفقر والعوز والوضع الاقتصادي المتدني، ففي ناس بدأت تهرب هذه المعونات. طيب. بدأت فكرة التهريب من هنا. طيب نقف عند هذه النقطة، وقد انضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية، مرحبا بك. ونتطرق إلى نقطة أخرى، ما هو أسباب الخلاف بين الجزائر والمغرب حول أزمة منطقة الصحراء تحديدا؟ يعني أولا أهلا بك أستاذ أشرف وبضيوفك الكرام. بالتأكيد هذا النزاع هو من أقدم النزاعات في أفريقيا، ربما من أقدم النزاعات في العالم، وكان دائما سبب للخلافات ما بين الجزائر والمغرب. المغرب تعتقد أن الصحراء هي أرض مغربية كاملة ولا يمكن لأحد أن ينازعها السيادة على هذه المنطقة، في حين الجزائر بتعتقد أنه يجب تقرير مصير هذه المنطقة سواء من خلال الأمم المتحدة أو إجراء انتخابات أو ما إلى ذلك.
هذا الخلاف في اعتقادي ربما عطر طاقات كبيرة جدا متوفرة لدى المغرب وللجزائر كان يمكن الاستفادة منها. هذا الخلاف يعني عطل كثيرا التعاون بين البلدين الشقيقين. عطل الاتحاد المغاربي بأكمله بالتأكيد، يعني ليس فقط يعني بين الجزائر والمغرب، لكن أيضا عطل التعاون في منطقة المغرب العربي بأكمله. أنا في اعتقادي هذه المنطقة فيها طاقات كبيرة جدا، فيها طاقات للغاز، فيها طاقات للنفط، وفي نفس الوقت هناك تحديات. ربما ضيفك الكريم كان يتحدث منذ قليل عن أن هذه المنطقة مصدر للمخدرات، لكنها أيضا هذه المنطقة تموج بالإرهابيين. الآن فرنسا بتحاول من خلال تأسيس ما سمي بالجي 5 أو القوة في منطقة الساحل والصحراء استدراك يعني عمل كان ينبغي أن تقوم به دول المنطقة ضد الإرهابيين في هذه المنطقة منذ فترة طويلة، لكن هذه القوة حتى الآن لم تنجح بشكل كبير جدا في احتواء العناصر المتشددة والمتطرفة في منطقة الساحل والصحراء. وبالتالي أنا بعتقد أن منطقة الصحراء وحتى مخيم تندوف يجب أن يكون يعني بداية لتقارب مغربي جزائري، بل مغاربي بين كل المغرب العربي. يمكن الاتحاد الأفريقي أن يلعب دورا كبيرا في ذلك، يمكن الجامعة العربية أن تلعب دورا في ذلك. تحديدا عند الجامعة العربية، ما هو المنظور العربي لهذه الأزمة؟ يعني هل يعتبر يعني كيف تنظر إليها جامعة الدول العربية؟ الدول العربية بشكل عام والجامعة العربية أعتقد أن هذه المشكلة مشكلة حساسة للغاية، مجرد الحديث فيها قد يغضب أحد الطرفين، لكن أنا في اعتقادي الجامعة العربية أحد الطرفين المغرب أو الجزائر نعم. وبالتالي الجامعة العربية باعتبارها هي بيت العرب، أنا في اعتقادي هي مؤهلة أن تقدم حلول مبتكرة للطرفين. نعم الأمم المتحدة حاولت من قبل من خلال مبعوثين دوليين وشخصيات مرموقة مثل وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر وغيرهم لم يقدموا شيئا، بل بالعكس أحيانا كانت الأمم المتحدة أطروحتها بتسبب يعني مشكلات كبيرة. كلنا تذكر ما قاله الأمين العام السابق للأمم المتحدة عندما وصف الوجود المغربي في منطقة الصحراء بأنه احتلال. ردت المغرب على هذا التصريح بطرد بعثة الأمم المتحدة ثم أعادتها بعد فترة. ربما هذا لعدم فهم المجتمع الدولي طبيعة الخلافات وطبيعة التعقيدات في المنطقة، لكن الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي في اعتقادي يعني فهمها للقضية ربما يكون أكثر عمقا، لكن ما يمنعها حتى الآن هو حساسية القضية. لكن أنا أعتقد استمرار الخلاف ليس في صالح الجزائر. إذا لم يتدخل العرب في القضايا الحساسة البينية يعني أين يتدخلون؟ هذه قضية تهم دولتين كبيرتين في داخل جامعة الدول العربية وتسبب مشاكل ليس فقط لهاتين الدولتين، ولكن حسب ضيفي تسبب مشاكل لكل إفريقيا، وهي يعني نقطة أو طريق لتهريب المخدرات وتصدير الإرهابيين والإرهاب للقارة الإفريقية بأكملها. يعني أين يمكن أن تقف جامعة الدول العربية أمام قضايا أهم من هذه؟ يعني أتفق تماما معك أستاذ أشرف في هذا الطرح. للأسف كل القضايا العربية الآن تعالج خارج جامعة العربية. الأزمة كبيرة مثل الأزمة السورية منذ يناير 2012 تم نقل الملف للأمم المتحدة. هناك مبعوث دولي من الأمم المتحدة في الأزمة في سوريا، مبعوث دولي للأزمة في ليبيا، مبعوث دولي للأزمة في اليمن، وكأن الجامعة العربية يعني لا يهمها هذا الأمر. أنا في اعتقادي مواجهة المشكلات والاشتباك مع القضايا العربية أفضل بكثير جدا من فكرة النأي بالنفس وتأجيل القضايا أو ترحيلها من قمة إلى قمة أو من اجتماع إلى اجتماع، لأن في اعتقادي عدم المواجهة وترك الأمور القضايا تستفحل والتدخلات الخارجية تؤدي إلى مزيد من التأزيم في القضايا العربية وليس طرح يعني حلول حقيقية لحل مشكلات العربية سواء فيما يتعلق بقضية الصحراء أو في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن أو في غيرها. طيب يعني هذا سينقلنا إلى ضيفي لديه تساؤل، هل تسمح لنا دكتور أيمن أن تتواصل معه؟ أنا يعني بحيي زميلنا الدكتور أيمن، بس بقول إنه الجامعة العربية كانت
سبب من أسباب بلاء هذه المنطقة العربية كاملة. لماذا؟ لأنه في الجامعة العربية هي اللي إدت الخط الأخضر للناتو أو الضوء الأخضر للناتو عشان يضرب ليبيا، هي اللي إدت الضوء الأخضر لتفتيت سوريا أو محاولة تفتيت سوريا، هي اللي إدت كل الأضواء الخضراء للتعامل الغرب، زي ما قال أخونا الدكتور أيمن أنه أصبح عندك مبعوث دولي في هذه المنطقة، ما فيش مبعوث عربي. الدول العربي، هل هذا يرجع إلى مثلا ضغوط دولية؟ لا، ضغوط دولية واستخدام الأموال، أموال النفط، أموال الخليج العربي لتدمير الأمة العربية في هذه المرحلة. أنا شفت في المنطقة دي تحديدا تواجد عربي خليجي مخابراتي ومادي بيدعم كل الأطراف المتنازعة في هذه المنطقة بالمال وتهريب السلاح، منطقة الصحراء، منطقة الساحل والصحراء بشكل عام، من موريتانيا إلى جنوب إلى شمال غرب السودان. قد لا يكون رسميا يعني بعضهم، حتى منهم المندوب القطري في موريتانيا وفي باماكو تورط في عمليات تسليم اموال لارهابيين هناك، وتم القبض، ويمكن كان في قضيه قطر موجوده في هذه المنطقة. طبعا قطر. وانا بستغرب حتى الاعلام العربي، لا الاعلام العربي ولا الرباعي العربي اللي ضد قطر في الازمه ديت بيتكلم عن هذه المنطقه، في حين انه كان بالرغم من ان لها علاقات يعني شبه جيده مع المغرب. ما هي قطر كانت بتستخدم العلاقات دايما في التسلل لهذه المناطق، وكان في ازمه حصلت بين حمد والد تميم امير حمد قطر، خليفه بن حمد لا حمد بن خليفه، حمد بن خليفه، والرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا في اثناء زياره حمد لنواكشوط، حتى ان هو لم يدخل البلد يعني في المطار، وحصل خلاف بسبب مثل هذه الامور وبعض هذه الامور، وخد طيارته ورجع من المطار. طيب نعود الى ضيفي لانه على الهاتف، وانت سالته يعني هل تتوافق معه ان يعني الجامعه العربيه ليس لديها استراتيجيه موسعه لحل هذه الازمات بحيث اصبحت جزءا من الازمه، ام ان هناك راي اخر؟ تفضل. يعني أنا في اعتقادي الجامعة العربية دورها غير فاعل لأسباب يعني موضوعية. أولا جامعة الدول العربية تحتاج إلى تغيير ميثاقها، لا توجد منظمة إقليمية أو دولية في العالم، الأعضاء الذين يوافقون على القرارات فقط هم الذين ينفذون هذه القرارات، يعني جميع القرارات التي تصدر على الجامعة العربية أي طرف يعترض على بند أو يتم ذكر هذه الدولة في نهاية البيان، وهذه الدولة غير ملتزمة بكل ما جاء في البيان، هذا غير موجود في الأمم المتحدة، غير موجود في الاتحاد الأفريقي، غير موجود في أي منظمة، هذه واحدة. الأمر الآخر أن الجامعة العربية ليس بها آلية عقابية لأي دولة تخالف الميثاق، يعني مثلا ضيفك الكريم يتحدث عن قطر ودعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفين، هل تملك الجامعة العربية آلية عقابية يمكن من خلالها إصدار قرار يستند للفصل السابع مثلا زي الأمم المتحدة؟ هذا لا يوجد، لا توجد أي طرف في الجامعة العربية يلتزم أو لا يلتزم، لا يوجد أي آلية عقابية أو عقاب من جانب الجامعة العربية. لكن أنا في اعتقادي السبب الثالث وهو الأهم في اعتقادي، الجامعة العربية حاولت دائما أن تبدأ بالسياسة، والسياسة هي باب الاختلاف، لكن انظر الاتحاد الأوروبي بدأ بالاقتصاد. إذا الجامعة العربية أرادت أن تصلح ما أفسده الدهر في العلاقات بين الدول العربية وبعضها البعض وتفعل العمل العربي المشترك، باعتقادي عليها أن تبدأ من الاقتصاد، لأن الاقتصاد مثل الأسمنت يربط العلاقات بين الشعوب والدول، في حين السياسة دائما هي باب للمكلمة والاختلافات السياسية واختلافات. هناك آراء فعلا تؤيد ما يعني ما سردته أنت دكتور أيمن، بالفعل هناك آراء ترى أن السوق الأوروبية المشتركة كانت بداية الاتحاد الأوروبي وليس العكس. الدكتور أيمن سمير كنت ضيفا عزيزا علينا في هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا أستاذ أيمن، بوجهة نظرك أسباب الاهتمام الأمريكي والتدخل الأمريكي في هذه المنطقة؟ نظرية المؤامرة. وأنا الحقيقة من الناس المؤمنة بنظرية المؤامرة على مصر وعلى العالم العربي، وخصوصا إذا يعني أنا بتكلم كتاريخ،
يعني مش بتكلم ان احنا شايفين حاله من مش عارف ايه، لا انا بتكلم كتاريخ ان المؤامره احنا عندنا في مصر التاريخ بيقول انه ما يتم الان في هذه المنطقه العربيه والافريقيه هو ما اشبه بالتكالب الاستعماري اللي تم في نهايه القرن ال 19 على المنطقه لاحتلالها، وقتها انعقد مؤتمر برلين 1884 لتقسيم المنطقه بشكل يعني رسمي بين هذه الدول. ما يتم التعامل التحركات الدوليه الان سواء إذا كان في المشرق العربي في العراق واليمن وسوريا هو ما يتم تقريبا في جنوب مصر في السودان وإريتريا وأثيوبيا والصومال. ونلاحظ أنه يعني مثلا كان في من شهرين كان في زيارة في يوم واحد لوزير الخارجية وزيري الخارجية الأمريكي والروسي لأديس أبابا. والأمريكي زار ست دول أخرى مع هذه النقطة مع أديس أباب. الأمريكان لهم محاولات نزع الأقدام الفرنسية في المنطقة لأن فرنسا عندها النفوذ الاستعماري القديم واستعماراتها القديمة في لديها عمق ثقافي ولغوي في القارة في هذه المنطقة وبالفعل كثير من الدول الفرانكفونية مسموح لمواطنيها يعني بالذهاب إلى فرنسا بدون تأشيرات، يعني في هناك تعامل حتى أن الدول يعني كل أغلب دول جنوب الصحراء تتعامل بالفرنك الافريقي المرتبط بالفرنك الفرنسي القديم والمرتبط بالفرنك المركزي الفرنسي. انا عايز اقول انه نظريه المؤامره تتجلى في هذه المنطقه لانه انا تقديري حسب ما شفت على الارض، ما بتكلمش هنا بقى، انا بتكلم من دراسات تاريخيه اكاديميه وحركه على الارض. ما يتم في هذه المنطقه من موريتانيا والبوليزاري ومالي والنيجر وتشاد ودارفور وليبيا هو جزء من المؤامرة أو محاولة ابتداع خطط بديلة للمخطط التقسيم الذي فشل على إثر 30 يونيو وثورة الشعب المصري في 30 يونيو. لأن تقسيم المنطقة جزء منها هيبقى شكرا لفريق الإعداد الخريطة جاهزة. يعني هذه النقطة الحمراء هي تقريبا موريتانيا، هذه على مالي أو دي موريتانيا على الشمال منها هي منطقة جنوب الصحراء ليس اليمين دي يمين كده، هي دخلت الحوض الشرقي الموريتانيا دخلت على نعم. المنطقة اللي هي بتحرك فيها النقطة الحمراء ديت دي منطقة وادي الدهب وادي الدهب ومنطقة العيون والدخلة والجريجرات اللي هي تربط لأن مطالب جبهة البوليساريو أن هو عندهم الخط الساحلي يعني على المحيط الأطلنطي. إذن الولايات المتحدة أحست بأهمية هذه المنطقة المشاطئة للمحيط الهادي كما توضح الخريطة الآن، ويعني يمكن أن تكون هو في حاجتين يا أستاذ أشرف أنه هذه المنطقة مليئة بالثروات المعدنية والنفط والغاز واليورانيوم. وبالتالي أمريكا حسب معلوماتي من خبراء هل هذه الدائرة تتجه إلى حدود هذه هي المنطقة؟ تتجه إلى دي المنطقة هذا الخط هو هي تقريبا وهي يعني الحته دي كمان موريتانيا كانت بتتنازع عليها انها بتاعتها يعني هي تقريبا في حجم المغرب يعني 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 او اقل بسيط جزء يعني مساحه كبيره الثروات الطبيعية والمعدنية واليورانيوم والذهب اللي في هذه المنطقة بامتداد من المحيط الأطلنطي وحتى يعني شمال دارفور وشمال وغرب دارفور في السودان. إذن هناك دول غربية تؤيد الانفصال فيما يبدو أو يعني تكلم هو إلى الآن هم يعني شوف احنا هم بيلعبوا بينا طول عمرهم بيلعبوا بينا واحنا الجامعة العربية للأسف
يعني لا حول لها ولا. طب وجهة نظرك وقد يعني تبقت دقيقة، بوجهة نظرك ما الذي على الجامعة العربية، بدلا من أن نتحدث عن مشاكل فنتحدث عن حلول، بوجهة نظرك الجامعة العربية ما الذي في يدها لإخراج كل هذه المنطقة من هذه الأزمة؟ الجامعة العربية ليس في يدها أي شيء على الإطلاق، لأن ميثاقها عاجز عن معالجة هذه الأمور. لكن أنا أدعو مصر، أدعو الحكومة المصرية وأدعو الرئيس السيسي إذا إلى الالتفات، وأظن يعني أنا أتصور أن الحكومة عندنا يعني وعي لهذه المسألة. هذه المنطقة هي أخطر المناطق على مصر، الجنوب هل الصحراء. هل يمكن أن تقوم بدور الوساطة؟ هل مصر ده مصر الزقية؟ مصر مهم جدا أنها تقوم بدور الوساطة، لأن مصر لها أرضية عظيمة جدا من خلال علماء الأزهر القدامى وحتى والأحدثين، ودور حركات التحرر اللي ساعد فيها جمال عبد الناصر. طب ما هو الخط الوسط الذي يمكن أن تصله مصر بين الطرفين؟ هل يمكن أن يعطى جزء من هذه المنطقة للمغرب حتى تكون قضية؟ لا، هو التقسيم هم ما مش 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 وارد، غير وارد. مش مش وارد. لكن هو لابد أن يكون هناك حل، لأن عدم وجود حل هيفضل وضع المنطقة في قلاقل. أنت تكون عندك في هذه المنطقة مئات وآلاف الإرهابيين اللي هم بيتحركوا إلى حدودك الغربية. طيب الحل بوجهة نظرك أنت، وأنت درست المنطقة وذهبت إليها ويعني دشنت العديد من التقارير والدراسات في هذه المنطقة، بوجهة نظرك كيف يكون الحل؟ وهو كما نقول هو حل شخصي من وجهة نظري. لابد أن يكون مصر لها دور، مصر لها ثقل كبير في هذه المنطقة وفي العالم العربي والأفريقي. لا أنا أتحدث، هل تنفصل أم هل تنضم إلى المغرب؟ لا يعني سؤال صعب. سؤال أنا صعب. ما يعني طيب إذا كنت لكن أنا عايز بس أنبه إلى أنه هذه المنطقة صعبة جدا بالنسبة لمصر. الإرهاب بيتحرك فيها بشكل كبير جدا، تهريب المخدرات، تهريب الأسلحة، كل العمليات الغير أخلاقية وغير شرعية والضارة بمصر. وأعتقد أنه هو هتستخدم في تقديري، وربنا يخيب التقدير، يعني أن هو ما في تقديري أنه هم هيستخدموا هذه المنطقة لإحداث أزمة كبيرة في المنطقة في الفترة الجاية في المنطقة العربية والأفريقية، شمال أفريقيا، شمال أفريقيا ومصر. ولاحظ أنه وجود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حاليا على الحكم رغم ما يقال عن عجزه، الا انه في حفاظ على الكيان الجزائري والدولة الجزائرية. اذا انفرط العقد في الجزائر، يعني اذا في حالة وفاة الرئيس بوتفليقة، اعتقد ان هناك هتتفجر صراعات كبرى، هتبقى جزء منها البوليساريو وجزء منها مالي وجزء منها موريتانيا وهتمتد الى ليبيا. اذا فيما يبدو انه لابد من تدخل الدول الكبرى في المنطقه لحل هذه الازمه التي قد يعني تنسحب على كل الشمال الافريقي. لا يسعنا في نهايه هذه الحلقه غير شكر الاستاذ ايمن السيسي نائب رئيس تحرير الاهرام والمتخصص في الشؤون المغاربيه، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم مشاهدينا. تابعتم معنا هذه الحلقه من برنامج المشهد، غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد بفريق عمل جديد وموضوعات جديده. كونوا دائما مع قناه النيل الاخبار، الى اللقاء.